السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا لله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايب قلبي باذن الله جايين هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض، هنخش المطبخ باذن الله وهنعمل مع بعض الكريب بالشوكولاته ده حبايب قلبي، حاجه كده روعه روعه، تحفه تحفه. انت عايزه تعملي حشوه غير اللي انا عاملاها، دي حريه شخصيه، بس هو من الحاجات اللي جميله جدا جدا والناس بتحبها. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب يا حبايب قلبي. الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو نول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير يا حبايب قلبي الفيديو، حطوا لي اللايك، اللي بينسى يحط اللايك يحط اللايك حبايب قلبي. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كل سنه وانتم طيبين وعد عليكم الايام بخير. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا لله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايب قلبي جايين هنعمل ايه؟ هنعمل كريب ان شاء الله بالكاكاو وهيتحشى كاستر. تمام كده حبايب قلبي، جبت باكو كاستر هنا، اول المكونات اهو، جبت باكو كاستر وحطيت مقدار اللبن بتاعه وعملت حبايب قلبي، لازم يبقى بارد. تمام كده، كده بالنسبه للحشوه خلصنا منها. هنا بقى معايا ايه حبايب قلبي؟ معايا معلقتين ونص سكر بودره، ومعايا معلقه سمنه بنفس المعلقه المعياريه. تمام كده، هنا انا نخله كوبايه بالكوبايه المعياريه ديت، كوبايه ونص دقيق، حطيت عليهم معلقتين ونص كاكاو وقلبتهم مع بعض، وذره ملح. معايا بيضتين حبايب قلبي، معايا الفانيليا طبعا، معايا نص ليمونه، ومعايا كوبايه لبن. تمام كده، ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي هنحط كل المكونات مع بعض في قلب ايه البوله بتاعتنا دي. كده هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنكسر ايه البيضتين حبايب قلبي. عايزه تعمليه في الخلاط كله مره واحده، مفيش مشكله، انا قلت المره دي هعمله بالهاند بلندر عادي، هو في تلت الحالات كده او كده شغال يعني. ماشي، نعصر بقى عصرتين الليمون كده عشان ايه الزفاره بتاعه البيت. حبايبي ما ننسوش اخواتنا في غزه وفلسطين، ندعو لهم عن ظهر غيب، ربنا يفك كربهم ويشفي مرضهم ويرحم امواتهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويصلح حالنا جميعا ان شاء الله، ويجعله شهر كريم وفضل واسع علينا. حابه اشكر كل اخواتي اللي دخلوا معايا القناه جديد واللي معايا من الاول، ربنا يجعلنا ظهر بعض وسند لبعض دايما يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. تمام كده حبايب قلبي، كده ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. هنفضي بقى اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنفضي الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده زي ما انتم شايفين. هنحط كمان ايه حبايب قلبي، هحط حبه خل صغيرين خالص برضو. ايه عايزه تعمليه بالزيت؟ دي حاجه حريه شخصيه. تمام، يعني عايزه بدل ما تحطي معلقه السمنه تحطي معلقه زيت، في كلتا الحالات هو الكريب كده كده بنحط له حبه زيت، بنحط له معلقتين زيت. انا حطيت بديل ليهم معلقه الزبده. عندك ماشي، ما عندكيش ما تقفيش على حاجه، انا بستخدم الزبده حبايب قلبي اللي انا عملتها معاكم. ماشي كده، ان شاء الله هنسمي الله وهنضرب كل المكونات مع بعض. اضربها بس حبايبي عشان صوت الهاند بلندر، نرجع مع بعض تاني. لو احتجت لبن هوريكم برضو ان انا محتاجه لبن وهنحط، خليكم معايا. بس حبايبي كده بقى القوام بتاعنا، احنا احتاجنا له ايه حبايب قلبي؟ بس عشان للمصداقيه احتاجنا له معلقتين بس لبن. ماشي، وهو القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه بتاع الكريب كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو نول اعجابكم. لو الطريقه بتاعتي عجبتكم اعملوا اعملوا له شير يا حبايب قلبي للفيديو، وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه. تمام كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. كده ان شاء الله هروح على النار اسخن بس الطاسه الجرانيت ونشتغل على طول حبايبي زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، خليكم معايا حبايبي. بص حبايبي كده انا طلعت اتنين اهو زي ما انتم شايفين. ماشي كده، انا دهنا الطاسه حاجه بسيطه خالص زيت، وناخد الكبشه كده ونروح موزعينها كده حبايبي في قلب الطاسه على قد ما انتي ما عايزه الكريبايه. تمام كده زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين حبايبي، خليكم معايا حبايبي. اخلص بس الكميه كلها ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونرجع مع بعض تاني، خليكم معايا.
بص حبايبي ما تاخدش ثواني وتتقلب، تمام كده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي انا قلبتها اهوت، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب. حبايبي الطريقه بتاعتي تعجبكم ان شاء الله، حاجه حلوه حبايب قلبي وحاجه بسيطه، ببيتين عملنا حاجه ان شاء الله تبقى حلوه جدا والعيال بتحبه طبعا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، تفضلي معايا كده حبايبي لحد ما تحس ان هي اتشمعت من تحت ومن فوق كده، ما بتبقاش ما تاخدش سوا كتير ومش متعبه يعني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، ويعود عليكم الايام بخير يا رب، ويدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله، ويصلح حالنا جميعا ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا حبايبي، انا طبعا حاطه ليه حبايب قلب الفوطه عشان بطلع واحط جوه الفوطه كده زي ما انتم شايفين، تمام كده كده حبايبي هي خلاص اهي اتشمعت من تحت ومن فوق، بروح مطلعاها وعلى طول اروح ايه عامله لها كده بالفوطه حبايبي كده زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. بس اخلص الكميه حبايبي وارجع معاكم تاني. حبايبي رجعت معاكم بعد ما خلصنا كميه الكريب زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله كوبايه ونص، شايفين حبايب قلبي الكريبايه عامله ازاي، شايفين بنعملها ازاي حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، شايفين ولا بتتقطع ولا بيجرى لها اي حاجه، وزي ما انتم شايفين كده وسواها تمام التمام. هنعمل ايه بقى حبايب قلبي كده، هنجيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنسمي الله من الكاستر كده حبايبي، ونحط جواها كده، عايزه انت تعمليه طبقات فوق بعض مفيش مشكله، عايز تعمليه بالوحدات كده زي ما انا هعمل برضو، دي حريه شخصيه، كل واحد ومزاجه حبايب قلبي، وكل واحد واللي نفسه فيه يعمله، تمام كده كده حبايبي. وتروحي ماسكاها لفاها كده 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 حبايبي زي ما انتم شايفين، وترصي بقى في الطبق كده حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم كده بسم الله ما شاء الله. هنخلص ان شاء الله باذن الله الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين كده حبايبي. تقطعيها كده، خليكم معايا يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تروحي لفه كده 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 تمام اهو حبايب قلبي كده، شايفين شكله عامل ازاي، شكله تحفه حبايبي وطعمه جميل جدا جدا. خليكم معايا اخلص الكميه واوريها لكم كله على بعض ان شاء الله. بص حبايبي كده انا خلصته زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حبايب قلبي، شايفين الشكل، بترشي عليه جوز الهند بقى، وعندك الصوص بتاع الشوكولاته ده تمشي عليه كده حبايبي، بس طبعا الجو ساقع فمش متجمد. خليكم معايا يا حبايبي، ايه رايكم حبايب قلبي بقى، حاجه حلوه وبسيطه ومش مكلفه، وحاجه روعه 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 بجد حبايب قلبي بالامانه، شايفين الشكل النهائي تحفه 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 بالامانه، وطعمه عسل عسل عسل، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. حبايب قلبي طريقتي تعجبكم والفيديو ينول اعجابكم، لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير، فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه، اللي ما اشتركش يشترك في القناه، واللي ما حطش اللايك حط اللايك حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي، ما تحرمش منكم، ربنا يجعلنا ظهر بعض وسند لبعض دايما، ويجعلنا واقفين جنب بعض على طول حبايب قلبي في الحلوه قبل الوحشه ان شاء الله، وربنا ما يدخلناش حاجه وحشه كلنا ان شاء الله والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. ما تنسونيش لو الفيديو عجبكم تدعوا لي دعوه حلوه، تحطوا لي اللايك حبايبي، تصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.